حد الشيعة المؤمنين وحد النواصب المنافقين. نعم حقيقة هناك حج حقيقي وحج من صنع الناس، هاي أصول الكافي، أصول الكافي للكلين رضوان الله عليه. أصح كتاب عند الشيعة الكافي الشريف في الجزء الأول صفحة 233، كتاب الحجة في باب إن الواجب على الناس بعدما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام فيسألونه عن معالم دينهم ويعلمونه ولايتهم ومودتهم له. طبعا الحديث الأول في هذا الباب عن الفضيل عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة. الإمام شاف الناس تطوف حول الكعبة مثل ما اليوم. نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا فيعلمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. العلة الحقيقية للحج هذه. ثم قرأ هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا العلة الحقيقية للحج، ولا شنو أنا رايح أفتر حوله بناء قديم وطابوقات قديمة وكذا وأدي مناسك وأطوف على شنو؟ أبحث عن شنو؟ أبحث عن الإمام المعصوم، أبحث عن حجة الله الذي يحضر كل موسم فيرى الناس ولا يرونه. لذلك كان علي بن مهزيار رضوان الله عليه عندما كان يذهب إلى الحج 20 سنة، وبذاك الوقت الصعب الحج كان يعني صعب مو مثل الآن طيارات وسيارات وكذا، لا 20 سنة كان يذهب إلى الحج. شنو هدفه؟ كان هدف لقية الإمام. وهذا هو الإمام سلام الله عليه يوضح في ويبر عندما قرأ هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا دعاء إبراهيم لما وضع مكان المكة وأمر الله سبحانه وتعالى ببنائها حتى الناس تجي وتلقى الإمام من آل إبراهيم ببغته والآن من آل محمد. هذا المعنى الحقيقي للحج. ذلك لا يخدع عنكم بعض الناس ويقول لكم بأنه الحج والصلاة والزكاة والصوم أفضل من الولاية. هاي العبادات كلها في خدمة الولاية. لذلك نقرأ: بولايتكم تقبل الأعمال وتزكى الأفعال. صحيح لو لا؟ وإلا إذا فقدت هذا المعنى الجوهري للحج سنكون كما فعلوا في الجاهلية. شنو كانوا يسوون بالجاهلية؟ يعني كانوا يطوفون ببيت الله بالكعبة الشريفة. شو يطوفون؟ شلون يطوفون؟ عرايا ربك وما خلقك، كل شيء ما لابسين، نساء ورجال، ببيت الله صايرة سفر تحت لأنهم ابتعدوا عن الإمام المعصوم أدى بهم هذا المجال. شلون يكونون يطوفون عرايا إلى أن أتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وعرفهم كيف أنهم يطوفون باحترام، وأن الهدف الحقيقي للطواف حول الكعبة هو لقية الإمام المعصوم. لذلك نشاهد حتى في زماننا هذا عندما فقد الحج معناه الحقيقي ماذا صنع الناس؟ شوف الناس يسوي القاعد بالكعبة، عبارك رايحين للمطعم التركي ما رايحين البيت الله. شوف عم الفيديو شوفوه. شفتوا الفيديو؟ كارثة، قمار ورقص وسفرتها وبيت الله. هي هاي العبادات الواجبة الأفرض من الولاية كما يقول بعض المتردية والنطيحة.
ايش خليتوا لايام الجاهليه؟ ايام الجاهليه كانوا مصاليخ ويطوفون ونفس الحاله. هسه ايش خليتوا؟ مع الاسف والله هذه هيك هي هاي العبادات اللي خابصيننا بيها. كعبتي كعبتي هي كربلاء، لا مبغى قريش منذ القدم، وامي هي الزهراء، لا مرضعة الكبار عند الحرم. لعن الله عدوك يا علي، لعن الله عدوك يا علي، لعن الله عدوك يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد.